بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننزل اليوم في إطار الحملة الانتخابية لانتخابات 7 سبتمبر بموقف حركة البناء الوطني بترشيح المواطن الأخ عبد المجيد تبون، ويصادف نزولنا اليوم إلى ولاية سطيف ببلدية ودائرة عين أرنات، المحطة الأولى في طريقنا بعمل جواري نلتقي فيه المواطنين، ونحن في شهر الاستشهاد وفي شهر المجاهدين وعلى أبواب 20 أوت يوم المجاهد. أردنا أن تكون الوقفة من مقام الشهداء حتى نعطي الرمزية لهذا المقام، وحتى نعطي الرسالة لي كل من أراد أن تسول له نفسه بالمساس بأمن الجزائر أو بوحدة شعبها أو بوحدة أو بسلامتها الترابية، نقول له بأنه كما ضحى الآباء وكما ضحى الأجداد بأرواحهم فقط في ثورة التحرير المباركة بمليون ونصف من الشهداء، فإن أبناء الجزائر الحاليين لا زالوا متمسكين بقيم نوفمبر في التحرر وفي الدفاع عن السيادة وفي تمتين الصف الداخلي وفي تجريم تمزيق النسيج المجتمعي، وبأننا كحركة مع عموم من دعم أو رشح أو ساند أو التمس ترشيح الأخ عبد المجيد تبون لما يتعلق بالذاكرة الجزائرية عندما استرجع جماجم أبطال الثورات المتتالية، عندما قال لا مساومة ولا تقادم ولا انتهاء لمطالب الشعب الجزائري في استرداد حقوقه كاملة من المستعمر الفرنسي، وإنها مناسبة عندما اعتدى بها المحتل الفرنسي واسترجع أمجاد أجداده في كدولة استعمارية واعتدى على حقوق الشعب الصحراوي، فإنه من حق الشعب الجزائري ممثلا في برلمانه أن ينتقل إلى تجريم الاستعمار، كما مجد الاستعمار الحركة ومجد أبطالهم من الذين كانوا يقتلون الشعب الجزائري، فإنه من حق البرلمان الجزائري أن يشرع قانون تجريم الاستعمار، لأنه من حقنا أن نسترجع حقوقنا كاملة ولا تتساقط بمرور الأيام. ولنا في المواطن عبد المجيد تبون الذي رشحناه نعم القائد ونعم الرئيس في مطالبته بحقوقنا كجزائريين بما تعلق بالذاكرة، ولقد نصبت الدولة مقابلا للدولة الفرنسية فريقا لإعادة كل ما يرمز إلى ثورتنا وإلى تجاوز كل الحزازيات وإلى العمل بندية بعيد عن أي إملاءات وبعيد عن أي نظرة فوقية وبعيد عن أي نظرة استعمارية. فنحن أمة لم يعطينا أحدا استقلالنا ولم يعطينا أحدا حريتنا، إنما افتكيناها بدماء شهدائنا، ولا زالت سطيف وقالمة وخراطة بمظاهرات سلمية استشهد فيها 45,000 من الشهداء. نقول لكل من يسمعنا، إذا أردت المحافظة على الذاكرة واسترداد حقوق الجزائريين لقرن وربع قرن من الاحتلال، فعليك التصويت يوم 7 سبتمبر على المرشح عبد المجيد تبون، لأننا نرى في حركة البناء الوطني وأغلبية النخب الجزائرية بأنه القادر على أن يركع فرنسا، ليس من أجل أن يتحداها وإنما من أجل أن يسترجع حقوقنا كجزائريين وكجزائريات. ولذلك سوف نذهب بقوة
ونعلنها من عين أرنات، نذهب بقوة يوم 7 سبتمبر. انتخبوا على من تشاءون، المهم أن يكون المهم أن تكون نسبة المشاركة عالية. لكننا في حركة البناء الوطني كل من يثق فينا أو يسمعنا نقول له انتخب على الأخ عبد المجيد تبون. استسمحكم أيها الإخوة الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.